السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بسلسلة السوائل الفلويد مانجمنت. حأبدأ بموضوع جديد هو الوذمات. هتناول هذا الموضوع من الناحية الباثوفيزيولوجي، الآلية الإمراضية لتشكل الوذمات. ربما رح أحاول أضيء عن الموضوع من كامل جوانبه. المحاضرة الأصلية كانت محاضرة طويلة، حاولت أجزئها قدر الإمكان لتكون محاضرات أو أجزاء مختصرة، بحيث إني غطيتها على مدى أظن 6 أو 7 أجزاء. بداية طبعا هحكي بهي المحاضرة عن الوذمات، آلية تشكلها بالأطراف المحيطية. ربما جزء منها أو بنفس الآلية في عندك الحبل الأسايتس والانصباب الجنب. ربما وذمة الرئة هي شكل خاص من أشكال وذمات فرط الحمل. ربما نتطرق لها، نشوف في خصوصيات معينة لها. إضافة للوذمة الدماغية اللي هي شيء مختلف عن الوذمات المحيطية، وحنشوف إنه شو الفرق بين هي الوذمات وهذيك الوذمات. خليني أذكركم بهي الصورة، ربما اللي درس كلية الطب بدمشق بيتذكر هي الصورة اللي كنا نشوفها بكتب الطفيليات. هذا داء الفيل اللي بيصير بسبب الطفيلي اللي بيسب أو الدودة بيسموها الفيلاريا. هي الدودة أو هذا الطفيلي بيروح على الأوعية اللمفاوية وبيسكرها، بيسد الأوعية اللمفاوية، وبالتالي تتشكل هي الوذمات. عادة بتكون وذمات وحيدة الأطراف، فداء الفيلاريا بيسموه وذمات وحيدة الطرف، لأن الإصابة بتكون بطرف واحد دون الطرف الثاني، فبلاقوا هي الوذمات الشديدة بتكون وذمات قاسية غير انطباعية. أنا من وقت ما درست هذا الكلام، ربما من 20 أو 25 سنة أو أكثر حتى هلأ، صار سبحان الله، درسنا الطفيليات عام 99 بالضبط، إنه شو العلاقة بين هي الوذمات ووذمات قصور القلب. يعني إحنا عم نحكي بعالم مختلف تماما، إحنا عم نحكي بالأمراض الإنتانية. إنه شو اللي بيربطها، أو كيف أنا فيني أدرس هي الوذمات وأفهمها بنفس الوقت اللي بفهم فيه وذمات قصور القلب بمقرر القلبية. بهي المحاضرة رح أحاول قدر الإمكان إني أحط نظرية واحدة ربما تخلينا نفهم كل الوذمات كيف تتشكل، وكيف بدي اعرف انه هدول الوذمتين، الوذمه اللمفاويه ووذمه قصور القلب، هن مراحل مختلفه لتشكل الوذمات او انسدادات باماكن مختلفه. السلايد السابق اللي طفيته هو الوذمات اللي نحن بجوز الوذمات اللمفاويه ما كنا نشوفها بالسريريات، يعني وذمات الفيلاريا او داء الفيل ما لنا بافريقيا نحن، بس او بالمناطق اللي بيشيع فيها هذا الطفيلي. بس وذمات اللمفاويه بمرضى السرطان الثدي، مريضات سرطان الثدي اللي بيتعرضوا للجراحه ولتجريف العقد اللمفاويه، هاي الوذمات اللمفاويه شايفها عده مرات انا، واللي بيشتغل بهذا المجال بيشوفها كثير، خاصه بالاشكال الطرق الجراحه القديمه. فهي الوذمات وذمات ما بتتحسن بالمدرات، وحيده الطرف بتكون علاجها كنا برفع الطرف والاربطه الضاغطه. فرح احاول قدر الامكان، انه طبعا هي نفس هذا الوذمات مثلها مثل الفيلاريا، نفس النمط اسمه الوذمه اللمفاويه. فرح احاول اشرح هذا الموضوع وبسطه قدر الامكان باشكال بمراحل مختلفه او باجزاء مختلفه. فالوذمه تعريفها، في عندي سوائل او في عندي تورم مجسوس قابل للجذب بسبب التوسع بالانترستيشال فلويد فوليوم، يعني في عندي السائل الخلالي، زياده كميه السائل الخلالي يؤدي الى حدوث وذمه مجسوسه او تورم مجسوس. هذه الوذمه ممكن تكون موضعه او معممه، الوذمات المعممه وذمات قصور القلب، او الوذمات مثلا الليك مثلا اللي هي السبسس اللي بتصير بكل الجسم، او اذا كان في وذمه موضعه سببها انسداد شرياء، انسداد وريدي مثلا، نشوفها بمرضى الافي فيستولا مثلا، بيكون في انسداد مركزي بيؤدي الى تورم الطرف العلوي كاملا، علاجه بيكون بتوسيع الوريد حقيقه. ربما بوذمات ممكن تشوفها اضافه للخثار مثلا، دي في تي مثلا بيصير عندهم وذمات. اذا صار في عندك مثلا انفلاميشن بطرف معين بسبب وذمه بمكان الانفلاميشن فقط، ما بيكون معممه لان بيكون محصوره باماكن بمكان الالتهاب. الوذمة عادة لا تحدث في الأشخاص الطبيعيين، هناك توازن دوما بين الهيمودينامكس فورس، القوة الهيموديناميكية اللي تحكم جدار الوعاء الكابيلاري وول، إضافة الشيء اللي بينظف الوذمات هو الليمفاتيك سيستم. وهي هي خلاصة المحاضرة من أولها. أنا في عندي قوة هيموديناميكية بتدفع السوائل تطلع خارج الوعاء للكابيلاري، كابيلاري فلتريشن، وفي عندي الكميه الاضافيه من السوائل اللي بتتجمع بالانترستيشيوم الليمفاتيك سيستم هو المسؤول عنها. فلما بيكون في توازن بين الطرفين الوذمات ما بتتشكل. لما بيروح التوازن بمعنى اخر زياده الرشح والجهاز اللمفاوي ما عوض، او الجهاز اللمفاوي انسد نفسه، فحتتشكل الوذمات، حتتراكم السوائل بالانترستيشيال انترستيشيوم وحتتشكل الوذمات.
مرة ثانية عندي أنا هذا وعاء دموي الدم عم يمشي فيه، في عندي رشح مستمر باتجاه الانترستيشيوم، هذا السائل اللي عم يدخل للانترستيشيوم بغض النظر عن كميته عم يطلع نفسه عم يخرج بنفس الوقت أو بنفس الكمية، ما دام كانت كمية الدخول تعادل كمية الخروج ما في تجمع سوائل بالانترستيشيوم بالنسيج الخلالي، وبالتالي ما في وذمات عم تتشكل. ربما نتفق جميعا انه في دم عم يجري بالوعاء الدموي، نتفق انه في رشح لسائل البلازما او البلازما عم ترشح عبر الكابيلاري وول، هذا الشيء متفقين عليه، ومتفقين انه هذا السائل الرشح عم يرجع للدوران، عم يطلع من الانترستيشن وعم يرجع للدوران، بس كيف طريقة رجوعه من الدوران للوعاء الدموي؟ ربما هون بنختلف بين طريق بين قانون ستارلينج القديم الكلاسيك والموديفايد اللي هو معدل، وحنشوف بالمهم السلايدات القادمة شو عم أقصد بهذا الكلام. الدم بيمشي بالوعاء مثل ما اتفقنا، في عندي نوعين من القوى بيتعرض للبلازما، في عندي الهيدروستاتيك بريشر اللي بيخلي السوائل ترشح لبرا، وفي عندي الاوزموتيك بريشر اللي هو ناتج عن البروتينات الموجودة بالبلازما واللي بتسحب السوائل لجوا، وبالتالي محصلة القوتين بيكون لصالح الهيدروستاتيك بريشر، بيكون تقريبا في عندي فرق بسيط بيؤدي لرشح مستمر لكمية قليلة من السائل، فهذا السائل بيتجمع أو بيصل للنسيج الخلالي وبعدين يعاد إلى الدم. كيف طريقة عودته؟ هوني ربما مرة ثانية حنختلف شوي. مرة ثانية هيدروستاتيك بريشر وأنكوتيك بريشر. قانون ستارلينج الكلاسيك كان بيعتمد على انه في عندي انا طرف شرياني في طرف وريدي بالشعريات، الرشح بيكون لصالح فرق القوة، فرق الهيدروستاتيك بريشر والانكوتيك بريشر بيكون لصالح الرشح، يعني بالتالي السوائل بتطلع خارج الاوعية او خارج الكابيلري بهذا الجزء، وبالجزء الوريدي بيصير الانكوتيك بريشر اعلى لانه بيتجمع بروتينات اكثر، لانه بيكون في شويه رشح صار بهون، اضافه لانه الهيدروستاتيك بريشر بيقل لانه الضغط بالجزء الوريدي بيكون اقل، وبالتالي بيكون لصالح عود الامتصاص او الابزوربشن او الريابزوربشن، ربما الكلمتين بمعنى واحد، انه السوائل تعاد الى الجهاز الدوراني او الى انترافاسكولار فوليوم. هي هي قانون ستارلينج الاساسي. مرة ثانية أنا في عندي الجزء الشرياني في عندي رشح، في عندي محصلة القوة كلها بتقول إنه الضغوط لصالح الرشح لصالح الفلتريشن، وفي الجزء الوريدي محصلة الضغوط لصالح الأبزوربشن. هذا هو قانون ستارلينج الأساسي. في عندي الفرق بين الضغط الكابيلاري الهيدروستاتيك بريشر الكابيلاري ماينس الهيدروستاتيك بريشر بالانترستيشن بيكون لصالح الكابيلاري فور شور، ناقص اللي هو الضغط المعاكس اللي هو الانكوتيك بريشر الناتج عن البروتينات مثل ما قلنا بالكابيلاري ماينس الانكوتيك بريشر بالانترستيشيوم، وبيكون لصالح الكابيلاري كمان مثل ما قلنا، وبالتالي بيؤدي الى سحب السوائل، هون هذا الضغط اقل من هذا بهذا الطرف وبيزيد بالعكس لانه الضغط بينقص، الهيدروستاتيك بريشر بينقص مع على طول الوعاء، والانكوتيك بريشر بيزيد لانه كل ما تم الرشح كل ما زاد تركيز البروتينات، وبالتالي الانكوتيك بريشر تبعها تأثيره بيكون أعلى. هذا هو قانون ستارلينج اللي درسناه بكتب الفيزيولوجيا بدم من غايتون وغيره. ربما ما كثير دقيق هذا القانون، وحنحاول يعني نطرح بهي المحاضرة قانون ستارلينج المعدل الموديفايد اللي هو اللي أغلب الكتب عم تعتمده، أغلب المراجع أو دراسات جديدة عم تعتمده كطريقة لفرح لشرح رشح السوائل عبر الجدار الأمعي. في عندي جهاز، ليش القانون ستارلينج ما كتير دقيق؟ لأنه كان يتجاهل قصدا أو عمدا دور اللمفاويات بنزح السوائل من الأنسجة المحيطية باتجاه الدوران. اللمفاويات هي عبارة عن مجموعة من الأوعية، في عندي أفرنت ليمفاتيك فيزل وفي عندي إفرنت ليمفاتيك فيزل، في أوعية بتدخل توصل، وفي عندي الليمف نودز، فاللي هالأوعية الثلاثة إضافة هالأوعية اثنين إضافة للليمف نودز بكل جسم منتشرة، هي بتحتوي بلحظة معينة لو سحبنا كل السوائل الموجودة فيها 8 لتر. دور الجهاز اللمفاوي ما هو دور ثانوي أبدا، دوره أساسي بنزح السوائل من الانترستيشيوم. توسيع النزح مثل ما بتعرفوا في عندي ثلاث ارباع الجسم تقريبا بينزح للثوراسيك داكت، وفي عندي ربع الجسم تقريبا هو الجزء الايمن من الطرف العلوي الايمن اضافه الجزء الايمن من الصدر والجزء العلوي الايمن من الراس، هدول بيروحوا على الرايت ليمفاتيك داكت.
بينما بقية الجسم كله الأوعية بعد الأفرنت اللي هي بعد العقد اللمفاوية بتتجمع كلها وتكبر وتكبر لتوصل للقناة الصدرية، بتصب كلها بالقناة الصدرية. القناة الصدرية بتصب بالدوران مباشرة، والقناة اللمفاوية بتصب بالدوران مباشرة بالطرفين باليمين وباليسار، وبالتالي كمية السائل هذا اللي كله تجمع بالجهاز اللمفاوي بيرجع للدوران. منين اجى هذا السائل؟ هذا السائل معظمه او جزء كبير منه اجى من الانترستيشال فلويد، هو عباره عن السائل المتجمع بالانترستيشن او اللي يعني بيوصل للانترستيشن بيدخلها. فقانون سانك الاساسي كان يقول انه في عندي حوالي 90% من السوائل يتم اعاده امتصاصها عبر الجزء الوريدي، وفي عندي 10% من اللي بيزيد اللي بيتركه اللي ما بيرجع على الجزء الوريدي كان يرجع يتم امتصاصه بالجهاز اللمفاوي. كان يذكر دور الجهاز اللمفاوي بس يقول انه هو 10% مو اكثر. فمره ثانيه كان في عندي فلتريشن من هذا الطرف، في عندي ري ابزوربشن بهذا الطرف، وفي عندي حوالي 10% من الفلويد عم تروح لللمف. هذا الكلام مو دقيق للاسف. دور الجهاز اللمفاوي اهم من ذلك، كل السائل اللي عم يرشح عم يعاد امتصاصه عبر الجهاز اللمفاوي حقيقه، حتى مع والبروتينات بالمناسبه، حتى الالبومين لما بينزح، هنحكي هذا الحكي بالسلايدات القادمة أو ربما بأجزاء تانية، البروتين اللي بيطلع من الأوعية يتم يتجه باتجاه الليمف نودز أو الليمف كابيلاريز عفوا، وبيتجمع وبيطلع وبيرجع مع السائل الليمفاوي. خلينا نركز على الانترستيشال فلويد، على الفلويد اللي بتجي من الكابيلاريز اللي هي فلتريتد فلويد، هي كلها تعاد امتصاصها عن طريق الليمف كابيلاريز، عن طريق الشعريات او الاوعيه اللمفاويه، وليس عن طريق الجزء الوريدي. الجزء الوريدي لا، ما بيصير في امتصاص ابدا بالحالات الطبيعيه، بالحالات العاديه. في حالات استثنائيه نحكي عنها لاحقا بيتم فيها ري ابزوربشن من السائل الخلالي الى الاورده. بس هلا خلينا نركز انه نحن الحاله الطبيعيه انه ما يكون في عندي ري ابزوربشن، كله بيروح على اللمفاويات. فمثل ما حكيت اللمفاويات في حوالي، لو اخذنا سحبنا كل السائل الموجود بالجهاز اللمفاوي في حوالي 8 لتر موجودين عم يدوروا بنفس الوقت. 4 لتر منهم بيروح او يتم اعاده امتصاصهم من العقد اللمفاويه باتجاه الدوران. هذا هو الاستثناء الاول ربما حنحكي لاحقا، انه انا عندي بالعقد اللمفاويه بيصير في ابزوربشن، السائل بيرجع من اللمفاويات هون طبعا للانترستيشن وباتجاه الكابيلاري. هذا هو الاستثناء الاول لاعاده الامتصاص. ال4 لتر الثانيات اللي بيستمروا بعد العقد اللمفاويه بيروحوا بيتجمعوا مثل ما قلنا بالقناه الصدريه وبيصبوا بالدوران مباشره. لما بيكون في عندي ستيدي ستيت الكابيلاري فلتريشن عاده يعادل الليمفاتيك فلو او الليمفاتيك ابزوربشن بالنهايه. الشيء اللي خلانا نفهم قانون ستارلينج الجديد او الموديفايد هو انه الطبقات الثلاثه مو هي فقط موجوده بالنسبه للاوعيه، مثل ما تتذكر الانتيما والميديا والادفنتيدا، البطانه والطبقه الوسطى والطبقه الخارجيه، مو هي فقط اللي بتشكل جدار الوعاء، في طبقه رابعه مهمه باهميه هذيك الطبقات بيسموها الجلايكوكاليكس. هي الطبقه بتبطن جدار الاوعيه من الداخل، هي عباره عن مثل شعريات او اهداب من البروتينات او مواد جلايكوبروتينات او بروتوجلايكان، بتتجمع او بتبطن جدار الوعاء من الداخل، بتساهم بكثير وظائف، في لها كليفتس مثل شقوق، هي بتساهم هذه المناطق هي بتنظيم الابزوربشن او تنظيم عفوا الفلتريشن. فهي طبقة من البروتينات اللي هي مثل الشبكة نيجاتيفلي تشارجد، شحنتها سلبية، بتساهم بطرد الألبومين، تتألف من جلايكوبروتينز وبروتوجلايكانز، يعني شوي في فرق بين هذول المركبين، هذول أساسهم بروتين، هذول أساسهم سكري. إلى دور بالفاسكولار انتجريتي، سلامة البطانة الوعائية، وظائف البطانة الوعائية، الانتي كوجوليشن، النفوذية تبع الأوعية للسوائل والأجزاء الجزيئات المختلفة، وتعديل البطانة الوعائية. بمعنى آخر هذه الجلايكوكاليكس هي ربما جزء، أهم جزء من الأوعية الدموية حقيقة، لابد نحافظ عليها سليمة، وربما بالمستقبل تكون بوتنشال لحتى نصلح البطانه الوعائيه، ربما نعطي ادويه معينه او سوائل معينه تساهم بانه الجلايكوكاليكس يرجع للشيء الطبيعي. الجلايكوكاليكس ممكن نحضر له محاضره مستقله
تخريب الجلايكوكاليكس ممكن يحدث بالانفلاميشن، بالإديمة، بالسبسس، الكابيلاريك سيندروم، كل هدول الإصابات ممكن يؤدي إلى تخريب البطانة الجلايكوكاليكس هي الطبقة، وبالتالي بيصير في عندي اضطرابات مثل الوزمات وغيرها. فخلينا نرجع نبسط الموضوع. انا في عندي هذا الحيز البلازمي، حيز الانترافاسكولار، هو هذا هو الحيز الانترستيشيوم بيناتهم الاندوكابيلاري والاندوثيليال سيل، الخلايا البطانيه داخل الوعاء او الجزء المبطن للاندوثيليا سيل. في عندي الاندوثيليال جلايكوكالكس وهذا الكليفت، وهون بيصير في عندي الرشح السائل من هون باتجاه الانترستيشيوم. لاحظوا انه هون انا المعادله تغيرت شوي، انا في عندي فرق الهيدروستاتيك بريشر بين الكابيلاري والانترستيشيوم، هذا اول جزء من الفلتريشن فورس بيساوي فلتريشن فورس. القوه المعاكسه اللي هو الاونكوتيك بريشر بالاوعيه ماينس الاونكوتيك بريشر بالمنطقه السب جلايكوكاليكس، هي المنطقه بتكون خاليه من البروتينات، وبالتالي فرق الضغط هون وفرق الضغط هون بيكون لصالح الفلتريشن، وبالتالي السوائل بتتجه من هون من البلازما باتجاه الانترستيشيوم. هذا الإضافة مهمة جدا جدا، يبدو أنه الأونكوتيك بريشر بالانترستيشيوم ما له أي دور بموضوع الفلتريشن. فربما هذا المثال او هي الصوره اوضح، هذه اندوثيليال، هذه انترسيشوم، وهذه البلازما، وفي عندي هذه اللايكوكاليكس وهي السب جلايكوكاليكس، والبريشر فيها هو اللي بيحكم او هو اللي بيساهم انه بيسهل حركه السوائل من طبعا صفر بيكون بيساهم حركه السوائل من الانترس من الكابيلاري او من الانترافاسكولار باتجاه الانترسيشوم. هلا بحالات الهايبوفوليميا بيصير في عندي نقص بالضغط الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر، وبالتالي ما بيعود في فورس، ما بيعود في قوه كافيه تدفع السوائل للخارج، حقيقه بيكون في عندي هايبوفوليميا وهايبوتنشن. فالمعادله بتنعكس هون بهالطرف، انه هون بصير الانكوتيك بريشر بالكابيلاري داخل الاوعيه اعلى، هو فقط الضغط الوحيد المسيطر وهو بيسحب السوائل للداخل. بس هذا السحب ما بيستمر اكثر من 30 دقيقه وما بيتجاوز 500 ام ال، بيسموه الاوتو ترانسفيوجن، حنشوفه ربما نحكيه مره ثانيه بمحاضرات قادمه، بس حبيت اضيء عليه من هون. ليش ما بيتجاوز اكثر من 500 ام ال؟ لانه البروتينات حترجع مع السائل وحتتجمع هون بالسب جلايكوكاليكس، وحتساوي تعادل الصفر بين، حيصير محصلة الضغوط بين الانتروفاسكولار والسب جلايكوكاليك صفر، وبالتالي هذا بيسبب انه الاوتو ترانسفيوجن او الابزوربشن بحالة الهايبوفوليميا بيكون ليميتد مو اكثر من 500 ام ال. فمرة ثانية انترستيشال اونكوتيك بريشر ما له دور كبير بالابزوربشن او بالفلتريشن، الدور الاهم للسب اندوثيليال جلايكوكاليكس اللي هو سب جلايكوكاليكس، اللي هو هي المنطقة اللي بتكون فيها بالكليفت اللي بيكون فيها ما في بروتينات. هلا تخريب الجلايكوكاليكس بيخلي الديفرنس للاونكوتيك بريشر بين الكابيلاري والاونكوتيك بريشر بالكابيلاري وبالاندوكال سب اندو سب جلايكوكاليكس بيكون صفر، ما بيعود في فرق كبير، وبالتالي بيخرب هذا التوازن وبيساوي ربما بيسهل حدوث الوزمات. النظرية الأساسية مرة ثانية، في عندي أنا كابيلاريز، في عندي فلتريشن من هون، في عندي 90% بيرجعوا عن طريق الأبزوربشن بالجزء الوريدي و10% من طريق اللمفاويات. هذه النظرية بطلت هلا، ربما صار الأصح أن نقول 100% من السوائل عم تروح باتجاه اللمفاويات، ما في شيء بيرجع عن طريق الأوردة. مرة ثانية، أنا هي النظرية القديمة، هي النظرية الحديثة بتقول في عندي رشح على كامل جدار الرئة وكله بيروح لللمفاويات. هلا في دراسات جديدة ربما، أو دراسة تجريبية اكسبيرمنتال على الحيوانات، عم تدرس إنه في عندي بالوزمات اللمفاوية، لو كان عندي نظريتنا صحيحة وفي عندي اللمفاويات مخربة، لو أعطينا عناصر أو عوامل فاكتورز بتصلح الليمفاويات بتخليها تنمو من جديد، ليمفانجوجينيسيس، ربما هذا الشيء يساهم بترميم الليمفاويات وبيصير في عندي تخفيض لهي الإديمة. فالموضوع هذا يعني موضوع اكتف، هي دراسة 2023 بس لسه بعد اكسبيرمنتال.
أظن صار واضح بالنسبة لكم. هي خلاصة المحاضرة، فلتريشن باتجاه واحد، والليمفاويات هي بتسحب السوائل من الانترستيشيوم. أظن هذا هو السلايد الأخير، لا لسه بعد. خليني أذكركم بقى، هو معناته أنه البلازما والانترستيشيوم، انترستيشيال فلويد والليمف كومبارتمنت بيشتغلوا كلهم بشكل متسلسل. السائل بيتجه من هون لهون لهون. لو صار توقف في أحد المراحل الإديمة بتتشكل. فلو صار زيادة بالرشح البلازمي والليمفاويات ما قدرت تتعاوض، لأنه هي الليمفاويات هي ديناميكية قابلة للزيادة، لو وصلت لحد الأقصى وما قدرت تتعاوض تسحب كل السائل المتجمع هون، حيتجمع السائل أكثر وأكثر، وهذا الشيء بيصير بقصور القلب. بالمقابل الليمفاويات لما بتسكر في مرضى الفيلاريا بيصير في عنده انفانتياسيس اللي هو داء الفيل. فقصور القلب هو بدايته هون، عم يزيد الرشح وما عم يصير في معاوضة. داء الفيل أو داء الفيلاريا انسداد اللمفاويات، وبالتالي السوائل حتتجمع. أتمنى أني أقنعتكم بأنه هي نظرية واحدة ممكن تجمع كل السوائل، ربما في حالات لسه تانية هنحكيها بالمحاضرة بالتفصيل بالمحاضرات القادمة. أتمنى المحاضرة عجبتكم وتعبوا معنا، وإن شاء الله يا رب بتنال أجر.